السلام عليكم، يعطيكم العافية طلاب الصف الرابع. اليوم يا رابع رح نعملكم مراجعة بمادة الامتحان النهائي. هلا مست الفيديو هذا كتير مهم وكتير ضروري تركزوا لي فيه. افتحوا كتابكم وصيروا تابعوا معي نقطة نقطة عشان نعمل مراجعة للمواضيع المهمة عنا في مادة الامتحان. هلا اول وحده داخل معكم اللي هي الوحده الثامنه، وحده القوه والطاقه. افتح لي كتابك صفحه 44 على اول درس في الوحده اللي هو درس القوه. هلا يا مس بدك تعرف لي انه الاجسام من حولنا بتكون نوعين، يا الجسم بيكون ساكن يا اما متحرك. الجسم ساكن او متحرك، انا باثر عليه بقوه. شو تعريف القوه يا رابع؟ القوة هي مؤثر خارجي الذي يؤثر على في الأجسام ويغير من حالتها الحركية. إذن القوة هي المؤثر الخارجي الذي يؤثر في الأجسام ويغير من حالتها الحركية أو أشكالها. هذا التعريف كتير ضروري مهم معنا يا رابع. هلا بدك تعرف لي كمان شو أنواع القوة. القوة كأنواع رئيسية ثنتين، عنا قوة دفع وقوة سحب. قوة دفع وقوة سحب هاي أنواع القوة. هلا في من هاي الانواع القوى، في عنا قوى التلامس وقوى التاثير عن بعد. في عنا قوى التلامس وقوى التاثير عن بعد. بدك تعرف لي انواع قوى التلامس وانواع قوى التاثير عن بعد. هلا هم بيحكوا لك القوى كانواع رئيسيه زي ما قلت لك، في دفع وفي سحب، بس حسب تاثيرها في الاجسام هي عباره عن نوعين، يا تلامس يا تاثير عن بعد. هلأ التلامس شو يعني؟ هي قوة تؤثر في الأجسام عند إيش؟ تلامسها. التلامس قوة تؤثر في الأجسام عند تلامسها، هي ضروري نحفظها يا رابع. أما ومن أنواع قوة التلامس اللي هي عندنا أول إشي بدك تحفظ قوة الاحتكاك اللي هي بتنتج نتيجة تلامس سطحين وانزلاقهم واحتكاكهم بعضهم البعض فتمنع انزلاقهما. إذا قوة الاحتكاك تنشأ بين الأسطح المتلامسة وتمنع انزلاقها فوق بعضها البعض. بدك تعرف من أمثلة زيها صندوق الخشب على طاولة أو صندوق الخشب على الصندوق على العشب. بدك تعرف لي أمثلة زي ما حكينا عن عجلات السيارة وزفتة الشارع. هلأ بدك تعرف لي كمان يا رابع أن تزداد مقدار قوة الاحتكاك على وين؟ على السطوح الخشنة. تزداد قوة الاحتكاك على السطوح الخشنة وتقل على السطوح الملساء أو الناعمة. ماشي يا مس؟ طيب هلأ ننتقل لصفحة 46، نأخذ كمان من أنواع قوة التلامس اللي هي قوة الشد، وهي قوة سحب تؤثر في الجسم بواسطة حبل أو سلك أو خيط. قوة الشد قوة تأثر الجسم عن طريق سحبه بخيط أو سلك أو حبل. طيب هيك خلصنا قوة التلامس اللي هي الشد والاحتكاك. هلأ قوة التأثير عن بعد شو هي؟ هي القوة اللي تؤثر في الأجسام عن بعد. قوة التأثير عن بعد هي قوة تؤثر في الأجسام عن بعد. من أنواع أو من الأمثلة على قوة التأثير عن بعد يا رابع اللي هي قوة الجاذبية الأرضية والقوة المغناطيسية والقوة الكهربائية. هلأ قوة الجاذب بدك تعرف أنه هي جذب الأرض، جذب الأرض للأجسام نحوها. قوة الجاذبية هو الأرض أنها تجذب الأجسام نحوها. أما القوة المغناطيسية هي عبارة عن جذب المغناطيس لبعض المواد القريبة منه خصوصا مصنوعة من الحديد. جذب المغناطيس المواد القريبة منه خصوصا مصنوعة من الحديد. بدك تعرف لي كمان يا رابع أنه الأقطاب المتشابهة في المغناطيس تتنافر والأقطاب المختلفة في المغناطيس تتجاذب. ثالث نوع من أنواع القوى قوة تأثير عن بعد اللي هي القوى الكهربائية، وهي القوى التي تنشأ بين الأجسام المشحونة. القوى الكهربائية وهي القوى التي تنشأ بين الأجسام المشحونة اللي هي بدك تعرف لأنه في عنا نوعين من الشحنات، شحنات سالبة وشحنات موجبة يا رابع. هلأ أي أسئلة مرفقة مع أي درس مطالبين فيها يا رابع، كلهم حليناهم أثناء الحصص. ننتقل للدرس الثاني اللي هو درس الطاقة في وحدتنا. بدك تعرف لي ما هي الطاقة وأنها هي القدرة على إنجاز عمل أو إحداث تغيير. الطاقة القدرة على إنجاز عمل أو إحداث تغيير، نحفظ هذا التعريف يا مس. هلا بدك تعرف لأنه كل الأجسام تمتلك طاقة حركية. يعني عنا الشمس في لها طاقة اللي بتنفذ من خلال الشبابيك فبتعمل على تسخين البيوت، يعني طاقة الشمس تعطينا حرارة. الرياح نفس الإشي بتعمل على تحريك الأجسام من حولنا، لما تبع لنا ريح قوية بتحرك الأوراق اللي بتكون عنا على الأرض، بتحرك أغصان الأشجار وأوراقها. فأي جسم فيه بتكون فيه طاقة تتحول من شكل
إلى آخر. هلأ من أشكال الطاقة يا رب بدك تحفظ لي حركية وكهربائية وحرارية. من أشكال الطاقة حركية كهربائية حرارية بدنا نحفظهم. بحكي لك في عنا نوعين رئيسيين للطاقة، هاي من أشكالها، ميز هاي أشكال الطاقة حركية كهربائية حرارية أشكال. أما أنواع الطاقة بحكي لك بس في عنا نوعين رئيسيين اللي هم الحركية والوضع، أو بنسميها الطاقة الكامنة. إذا الطاقة لها أكثر من شكل كالحركية والكهربائية والحرارية، أما كأنواع فهي يا إما حركية يا إما طاقة وضع اللي هي الطاقة الكامنة. تعرف الطاقة الحركية هي الطاقة التي يمتلكها الجسم نتيجة حركته، الطاقة الحركية هي الطاقة التي يمتلكها الجسم نتيجة حركته. أما طاقة الوضع أو الطاقة الكامنة يا رابع هي الطاقة المختزنة في الأجسام أو المواد. طاقة الوضع أو الطاقة الكامنة هي الطاقة المختزنة في الأجسام أو المواد. واضح يا مثل هون؟ طيب هلا بحكي لك انه الطاقه حكينا بتتحول من شكل لاخر، وحكينا انه هي في منها عده اشكال. فبحكي لك مثلا المكوى، انا المكوى لما بحطه بالكهرباء يا رابع بتتحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه حراريه، مش تسخن عندك المكوى وتعمل على كي الملابس. طيب هون هاي اللعبة تسموها المقلعة انتو او اللعبة المطاطية. هلا المطاط فيه طاقة كامنة، او الحجر اللي بتحطه فيه طاقة كامنة. انا لما بشده لورا وبرمي الحجر المغيطة شو بتعمل؟ بترجع الى وضعها الطبيعي، يعني تحولت الطاقة الكامنة او طاقة الوضع اللي فيها الى طاقة حركية. واضح يا مس؟ هون نفس الاشي عندنا طاقة حركية، الكرة بغيروا يا اما اتجاهها او سرعتها. فعنا كثير من الامثلة على الطاقة الحركية زي المروحة. المروحة لما بنحطها احنا بالكهرباء من شو لشو بتتحول طاقة؟ بتتحول من طاقة كهربائية رابع الى طاقة حركية، لانه انا لما حطيت السلك بالكهرباء اخذت هاي المروحة كهرباء، فالكهرباء هي لشو حولتها لطاقة حركية، لانه بسرعة تتحرك شفرات الكهرباء شفرات المروحة. هلأ يا مس في عنا الأسئلة صفحة 56 و 57 أسئلة مراجعة الوحدة، و 58 هاي مطالبين فيها يا رابع. ننتقل للوحدة التاسعة وهي وحدة الكهرباء. بدك تعرف لي يا مس في وحدة الكهرباء تعريف التيار الكهربائي، وهو حركة الشحنات الكهربائية باتجاه واحد عبر المادة. التيار الكهربائي حركة الشحنات الكهربائية باتجاه واحد عبر المادة. بدك تعرف لأنه في إشي اسمه دارة كهربائية، والدارة الكهربائية هي عبارة عن مسار مغلق تتحرك فيه الشحنات الكهربائية. الدارة الكهربائية هي عبارة عن مسار مغلق تتحرك فيه الشحنات الكهربائية رابع. بدك تعرف لي مكونات الدارة الكهربائية الرئيسة، ما هي مكونات الدارة الكهربائية الرئيسة؟ هي أسلاك ومصباح وبطارية. مكونات الدارة الكهربائية الرئيسة أسلاك مصباح وبطارية. بدك تعرف الأسلاك أنه هي اللي بتتحرك الشحنات من خلالها. المصباح الكهربائي هو اللي بيعطينا إشارة إذا هاي الدارة الكهربائية مضيئة أم لا، أو صالحة أم لا. لأنه إذا ضاء المصباح يعني أنا دارتي الكهربائية صحيحة وشغالة يا رابع. أما إذا لم يضيء المصباح فهذه يعني الدارة الكهربائية فيها خلل أو فيها عطل. البطارية هي المصدر الكهربائي، البطارية هي المصدر الكهربائي يا رابع. طيب هلأ الدارات نوعين، يا بدها تكون مفتوحة يا بدها تكون مغلقة. هلأ اطلع على هذا الشكل كتير مهم عندك يا رابع، هاي دارة كهربائية مغلقة لأنه جميع أجزاء البطارية موصولة مع بعضها البعض. هاي البطارية موصولة مع المفتاح، موصولة مع المصباح عبر الأسلاك. أما اطلع لي هون على دارة كهربائية، فهاي الدارة الكهربائية برضو موصول مع بعضها البعض عن طريق بطارية وأسلاك ومفتاح ومصباح، موصولين عبر بعضهم بعض عن طريق الأسلاك. بس لاحظ لي على المفتاح يا رابع، هاي المفتاح هون المفتاح ماله مرفوع، إذا هاي الدارة الكهربائية مالها مفتوحة. المفتاح عندي مرفوع إذا هي دارة كهربائية مفتوحة. أما هون عندنا المفتاح يا رابع ماله مسكر، هاي شايفين كيف نازل سكرناه، فهي دارة كهربائية مغلقة. فضروري تميز لي بين شكل مفتاح في كل دارة وشكل المفتاح شو بدي لك، انها مفتوحه ام داره كهربائيه مالها مغلقه يا رابع. طيب هلا الاسئله تبعات الداره الكهربائيه برضو مطالبين فيهم، كنا نحلهم بالفيديو. ننتقل الى درس المواد الموصله والمواد العازله صفحه 66 يا رابع. عندنا المواد بدك تعرف يا رابع عنها نوعين، في عندنا مواد موصل لتيار كهربائي ومواد عازل لتيار كهربائي. المواد الموصل لتيار كهربائي التي تسمح بمرور التيار الكهربائي من خلالها، بدك تعرف من الأمثلة عليها النحاس والألمنيوم والذهب والحديد وماء الصنبور.
اما المواد العازيه ربعك تعرف انه هي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي من خلالها مثل الخشب والزجاج والبلاستيك والمطاط. ضروري تحفظ لي نوع كل وحده مع امثله عليها، واضح يا مس؟ طيب في برضو اسئله الدرس اللي موجوده عندنا صفحه 70 مطالبين فيها يا رابع، واسئله مراجعه الوحده صفحه 72 وصفحه 73 اللي حليناهم بالفيديوهات برضو مطالبين فيهم يا رابع. ننتقل للوحده العاشره اللي هي الموارد الطبيعيه في البيئه. نتحدث عن اول درس عن الموارد الحيويه بعدين الموارد الغير حيويه. الموارد الحيويه من اسمها حيوي يعني الاشياء الحيه رابع، ان كان انسان او حيوان او نبات. موارد طبيعيه هي ايش؟ اشياء يحتاج اليها الانسان في حياته. اذا الموارد الطبيعيه الاشياء اللي نحتاج لها، اما الموارد الحيويه هي الكائنات الحية والمواد الحيوية. موارد حيوية هي الكائنات الحية والمواد الحيوية مثل النبات والحيوانات والوقود الأحفوري. هاي عامل لك دائرة للموارد غير حيوية راح ناخذها بدرس الثاني، وفي عنا دائرة للموارد الحيوية اللي هي النباتات والحيوانات يا رابع. هلا وش نحكي عن النباتات؟ شو نستفيد احنا من النباتات؟ اول شيء بحكي لك من الأمثلة على الاستفادة من النباتات اللي هي الخشب تبعها يا رابع. ناخذ خشب النباتات نستخدمه في صناعة الأثاث ولحاء الخشب اللي هي القش الخارجي من الخشب نستخدمه في صناعة الورق. أما الحيوانات كمورد حيوي طبيعي بنستفيد منها في العديد من الأشياء، يعني ممكن نستفيد من الريش تبعها، ممكن نستفيد من البيض، ممكن نستفيد من اللحم، ممكن نستفيد من جلدها في صناعة الأحذية، في صناعة الحقائب، في صناعة الأحزمة، وفي صناعة بعض الألبسة. ممكن نستفيد من صوف الخراف كذلك في صناعة بعض الملابس. يعني الحيوانات والنباتات موارد حيوية طبيعية نستفيد منها احنا الانسان. الوقود الاحفوري بدك تعرف ان الوقود الاحفوري هو اصله عباره عن كائنات حيه او بقايا كائنات حيه ان كان نباتات او حيوانات يا رابع، عاشت قبل ملايين السنين، ماتت ودفنت تحت طبقات الارض او تحت الرسوبيات. هلا بحكي لك الوقود الاحفوري في منه عده انواع اللي هم الفحم الحجر والنفط والغاز الطبيعي. الوقود الاحفوري هو عباره عن فحم حجر ونفط وغاز طبيعي يا رابع. راح نتحدث بس عن النفط في كتابنا. النفط بحكي لك هو عبارة عن بقايا كائنات حية بحرية دقيقة. النفط بقايا كائنات حية بحرية دقيقة ماتت ودفنت في قيعان المحيطات أو البحار. هي بحكي لك عندنا كائنات حية دقيقة ماتت ودفنت في قيعان البحار، صارت تترسب فوقها طبقات من الرمال أو التراب أو الحجارة أو أي طبقات مترسبة، فتعرضت إلى ضغط وحرارة فبتتكون عندي هاي المادة السوداء يا رابع اللي هي عبارة عن النفط. هاي المادة السوداء هي عبارة عن النفط، لأنه النفط هي عبارة عن سائل لزج يعني تقريبا زي العسل، يتكون بقايا كائنات حية. هلا الوقود الأحفوري هذا إن كان نفط أو غاز طبيعي أو فحم حجري بيعمل على تلويث البيئة وآسف تلويث الهواء وإلحاق الضرر في البيئة، تلويث الهواء وإلحاق ضرر في البيئة. أسئلة الدرس مطالبين فيها يا رابع. آخر درس في الوحدة اللي هو الموارد الغير حيوية، حكينا غير حيوية أنه أشياء موجودة عندنا في الطبيعة بس غير حية. إذا الموارد غير حيوية هي أشياء موجودة في الطبيعة ولكن ما لها يا رابع غير حية نحتاج لها في حياتنا. من الأمثلة عليها الماء. الماء مورد طبيعي غير حيوي، فالماء نستغنيش عنه لا احنا ولا النباتات ولا الحيوانات. بدك تعرف لي يا رابع انه الماء يوجد في ثلاث حالات، صلبة وسائلة وغازية. الماء يوجد في ثلاث حالات، صلبة وسائلة وغازية. بدك تعرف لي عن دورة الماء في الطبيعة. هلا احنا ربنا لما خلق الارض خلقها عادي في يابسة وماء، بس كيف المي بتضلها موجودة عندي؟ مش احنا نستهلكها؟ بس المي ما بتخلص، والسبب في ذلك يعود يا رابع الى دورة الماء في الطبيعة. شو اللي بصير عندي؟ هلا أشعة الشمس تيجي درجة حرارتها المرتفعة بتعمل عنا على تبخير مياه البحار والمحيطات والبرك والمستنقعات. ترتفع عنا بخار الماء إلى أعلى، بلامس مين يا رابع؟ بلامس الغلاف الجوي المحيط في الأرض. هذا الغلاف الجوي درجة حرارته أبرد من درجة حرارة بخار الماء، فلما يلامسه شو راح تصير له عملية إيش؟ تكاثف. هاي التكاثف شو بتكون عنا؟ غيوم، يعني غيوم عبارة عن قطرات ماء صغيرة جدا. لما بيكبر حجم هاي الغيوم وبيجي عنا فصل الشتاء وبيعمل عنا وتعمل رياح على تحريكها بنزل عنا اللي هو منها الهطل. الهطل ايش؟ اللي هو يا اما مطر او ثلج او برد يا رابع.
طيب هلا المي بتغطي عنا 3 ارباع سطح الارض، المي بتغطي 3 ارباع سطح الارض، والمي لما بتنزل عنا على الارض بعد ما تنزل من الغيوم يا اما بتضل عنا على سطح الارض بنسميها مياه سطحيه او تذهب الى باطن الارض بنسميها مياه جوفيه، يا اما مياه سطحيه او مياه جوفيه. المياه الجوفيه الموجوده في باطن الارض بتتسرب هاي المياه الى باطن الارض عبر الشقوق او الفتحات او الحفر بتكون عنا على سطح الارض. ثاني مورد طبيعي غير حي ورح نحكي عنه اليوم يا رابع اللي هي المعادن. المعادن هي مورد طبيعي غير حي يوجد بصورة صلبة مع مين؟ مع الصخور، موجود عندنا في الطبيعة يا رابع. من الأمثلة على المعادن الذهب والجبس والكوارتز والجرافيت، ذهب جبس كوارتز جرافيت، هاي من الأمثلة على المعادن. هلأ كل معدن من هالمعادن بدك تحفظ لي شو استخدام. الذهب صناعة الحلي، الجبس للديكور، الكوارتز صناعة زجاج الساعات زي ما حكينا لكم قبل هالمرة، والجرافيت اللي هو صناعة قلم الرصاص. الصخور برضو بدك تعرف لأنه هي مورد طبيعي غير حي، الصخور مورد طبيعي غير حي، وتختلف عن بعضها البعض في اللون في الحجم في الشكل. بدك تعرف استخدامات الصخور أنه كان يستخدموها في تشييد المباني والطرقات، تشييد المباني والطرقات، وكانوا زمان يستخدموها في صنع إيش الرماح والسكاكين، كانوا قديما يستخدموها في صنع الرماح والسكاكين. أسئلة الدرس مطالبين فيها يا رابع، كذلك أسئلة مراجعة تروح لصفحة 94 95 و96 مطالبين فيها يا رابع، وبالتوفيق إن شاء الله. يعطيكم